مسؤول يضع نفسه في خانة الملوك. مشاهد تضرب أخلاقيات المسؤولية عرض الحائط، ولا وقت لرئيس الدائرة يخصصه للاستماع للمواطن. جي في ثلث القلوب نوصل نلحق هنا يا الظلمة، نقعد على ذا التتوار كي يحلموا القوى نروح نحطوا له كاخت ونجردوا. كانوا يقولوا لنا 6 أشهر، ما 6 أشهر ولينا نجوا 6 أشهر، كاين الحقوا يقولنا من 6 أشهر 6 أشهر، ودرك كملها لنا بالكمال عام عام. مية توحي من 2012 ملي خلصت وانا نجي ونروح، نروح للرادار يقيسوني في الرادار، ما دار الرادار يقيسوني هنا يقول لي الدوسي تاعك راه هنا في ولاد فارس، نجي لولاد فارس يقول لي ما يستقبلش. في صورة تعري حجم الاستهزاء الذي بلغ أسمى معانيه، أصبحت المقاهي مركزا لأخذ موعد للقاء رئيس الدائرة هنا بولاد فارس بولاية شلف. الاستقبال نروح نسجلوا في القهوة، والاستقبال كامل مكاش، نهار يجي سمانة يجي 10 سمانة ما يجيش. عندي 5 سمانة نجي لهنا جاريوني، أنا الأول اللي ماركي راليش في الماء، أنا الأول راني 5 6 دايما راني في الماء، مازال ما استقبلنا ما والو. نجي القهوة نحط الكارطة تاعي في القهوة برا، في القهوة عندي قريب 10 سنين وأنا نجي هنا ما كان والو، ما استقبلناش، يرجعنا لي كارت. تصرفات لا تموت بصلة إلى توجيهات وزير الداخلية الذي يلح في كل مناسبة على ضرورة فتح الأبواب للاستماع لانشغالات المواطن، ويبقى مشروع تقريب المواطن من الإدارة حلم مؤجل تحقيقه إلى إشعار آخر.